معقول؟ بنت جميلة تعمل كده؟ اه والله العظيم يا دكتورة هو ده اللي حصل، وهددتني انها هتحبسني لو ما قلتش كده، ولاجل الامانة اديت لي 10,000 جنيه، وجوزي حلف عليها بالطلاق اني لازم من اجي اعترف لكم بالحقيقة. حقيقة ايه؟ انت مكلماها قدامي. ايوه يا مدام ايه، ما هو ده كان اتفاق ما بيني وما بينها، قالت لي اول ما هوصل عند ماما هروح رن عليكي، انت استني كده شويه وروحي مكلميني. يعني انت اونكل سالم ما قالكيش ولا كلمه من اللي انت الفتيهم قبل كده دول؟ ما تردي، ساكته ليه؟ اصل بصراحه انا خايفه من مدام جميله. لحد مدام جميله مش هتعمل لك حاجه، اتكلمي يا ألفت. سالم بيه الله يرحمه قال لي ان هو ادى الوصيه لمدام جميله ومعاها المفتاح عشان تحطها في الخزنه. بانت كده الوصيه اتغيرت طبعا وتحط مكانها العقود دي. مش في كاميرات في المكتب؟ كاميرات مين يا اكرم؟ بس دي الكاميرات عطلانه بقالها سنين ومحدش حتى فكر يصلحها. جميله تعمل كده؟ مش قادره اصدق. يعني حضرتك مصدقه انه كتب لها كل حاجه ومش مصدقه الحقيقه اللي احنا سامعينها دلوقتي؟ انت يا بنت انت حد ضغط عليكي ولا اداكي قرشين عشان تيجي تغيري كلامك وتقولي الكلام ده دلوقتي؟ لا والله العظيم، ده انا حتى طول الليل ما نمتش وضميري عمال يأنبني، وجوزي حكم عليا اني لازم اجي اعترف لكم بالحقيقه واديكم ال 10,000 جنيه اللي خدتها منكم. وادي ادي ال 10,000 جنيه اهم، حد الله بيني وبين الحرام. سلام عليكم. شريف من بكره ابدا اجراءات اعلام الوراثه. استني بس يا ماما هتكلم مع جميل. نستنى لو تحبوا نستنى. نستنى نفس اللي قلته. ايوه دكتور عادل، بقول لك ايه، التصرفات اللي بيعملها طارق نصار دي حاجه سيئه جدا ولا تحتمل. يعني يجي لغايه هنا ويتحايل عليا ويبوس في ايديا عشان يطلع له شيك، وتاني يوم يقولوا لي انه ما وردش حاجه. طب ده كلام؟ ده ينفع؟ بالراحه على اعصابك، المكالمه هتخش عليهم وهيصدقوا ان مفيش اي حاجه بيننا. من فضلك كل العقود اللي بيننا وبينه تفسخها، والفلوس اللي اخدها يرجعها على داير مليم، ومش عايز اشوف وشه تاني، ونبه عليه لو فكر حتى انه يجي البيت هنا انا هطرده. من فضلك. بحبك وبموت فيكي وانت متعصبه. اتعصبي براحتك، بحبك وانت متعصبه وانت هادي. مع السلامه. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.